تحتفل مدينة الإنتاج الإعلامي باليوبيل الفضي لإنشائها، وذلك بعد مرور 25 عاماً على تاريخ إنشاء أكبر صرح إعلامي في الشرق الأوسط. ويحضر الحفل عدد كبير من نجوم الإعلام والصحفيين وبعض الشخصيات العامة. مزيد من التفاصيل معنا من احتفالات مدينة الإنتاج الإعلامي تطلعنا عليها مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. إليك جرمين. نعم، بعد التحية نتابع معكم من محيط مدينة الإنتاج الإعلامي الاحتفالية التي تقام بمناسبة وبمرور 25 عاما على تأسيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والاحتفال باليوبيل الفضي للمدينة الاحتفالية بتقام بحضور كبير من نجوم الفن والدراما إلى جانب الشخصيات السياسية والعامة. وبتشمل هذه الاحتفالية تكريم عدد كبير من الفنانين والمخرجين وكتاب الدراما الذين تركوا بصمة في تاريخ الدراما العربية، إلى جانب أيضا تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين الذين تركوا بصمات ساهمت في نجاح المدينة على مدار السنوات السابقة. واحتفالا باليوبيل الفضي لتأسيس المدينة، قامت هيئة البريد المصرية بإصدار طابع بريد تذكاري يوافق ذكرى تأسيس المدينة في نوفمبر من عام 1997. إذا تحدثنا عن مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تعد أحد الكيانات لصناعة الإعلام والإنتاج الدرامي والسينمائي في الشرق الأوسط، فيتضم مجموعة متنوعة من الاستوديوهات ومناطق التصوير المفتوحة على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، مقسمة إلى 6 مجمعات من الاستوديوهات وأكثر من 90 استوديو بمساحات مختلفة مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، إلى جانب أيضا بتضم وتحتوي المدينة على 15 منطقة تحاكي الحقب الثقافية المختلفة والصالحة لجميع أنواع التصوير السينمائي والدرامي، إلى جانب أيضا أنها تحتوي على مركز الترميم السينمائي ومركز للتدريب والتطوير. اليوم هذه الاحتفالية بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس مدينة الإنتاج الإعلامي بحضور واسع من نجوم الفن والدراما للاحتفال بالمدينة التي ساهمت في بأعمالها في إحياء الدراما العربية والمصرية على مدار السنوات الماضية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.